النقطة الثانية اللي هي نجم أو دقوا على نجم، هذه يعني كانت المباراة عنيفة شوية، والسبب الحكم أنا في وجهة نظري بأخطاء أخطاء معينة أثرت على نتيجة المباراة، أخطاء الفريقين عشان أكون واقعي، أخطأ على لاعب الأهلي في الإنذار الأول، أنا في الإنذار الأول هذا لم يلمسه ولم يصيبه ولم يحتك فيه، إنما اللاعب هو اللي وقف وطاح بسبب وحسب إنذار غير مستحق. الإنذار الثاني هو كان دخوله جامد على الكورة، ولكن بعد الدخول صار فيها تهور وراحت رجله على رجل اللاعب، فهنا ممكن ياخذ إنذار أصفر، حقه إنذار أصفر. ولكن عدم وجود بروتوكول للفار في عملية الإنذار الأصفر سبب هذا الخطأ وخلى الحكم يكون مرتكب لهذا الخطأ. ولو كان في البروتوكول إنه الإنذار الأصفر إذا كان غير حقيقي يرجعوا ويتفاهم مع الحكم فيه، لكن البروتوكول لا، فالفار لم يتدخل فاستمر خطأ الحكم. والخطأ التالي كان للفتح، هناك طرد مباشر لكيسيه بدخوله العنيف على جسم اللاعب، ولكن الحكم اكتفى بالكرت الاصفر وحتى تدخل الفار، ولكن الحكم انا ما اعتقد كان بيعوض، عمل شعر بذنبه وحاول يعوض المباراه. فاتمنى ان ما تحصل هذه الاخطاء، لانه في نحن بنطالب الحكام السعوديين وبنطالب بدعمهم وبنطالب الكل، ولكن نتمنى ان يكون قراراتهم دقيقه شويه وانتبهوا، لأن الدوري يحتاج بالذات في المرحلة الأخيرة هذه إنه أي خطأ يؤثر على الفريق بضر الفرق الأخرى.